ركزت صحيفة الاستقلال على فشل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في فك الحصار المفروض على مدينة تعز منذ 7 سنوات، حيث قالت إن الاجتماعات تركزت حول فك الحصار عن تعز، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق شامل بشأن فتح الطرقات والمعابر المغلقة في عدد من المحافظات بما فيها تعز. سياسيون قالوا في تصريحات للصحيفة إن المفاوضات في الأردن لم تتعثر، بل هي محكوم بفشلها منذ البداية، ويستحيل أن يرفع الحوثيون الحصار عن تعز، حيث إن المحافظة تشكل لهم فوبيا، فهي المدينة التي قاومتهم وطاردتهم دون دعم كبير من التحالف. ووفقا للصحيفة، فإن المتابعين للشأن اليمني يرون أن المفاوضات أظهرت الحوثي مجددا كطرف يسعى لتجزئة الاتفاقات وعدم تقديم أي تنازلات لتخفيف المعاناة الإنسانية بموجب الهدنة الأممية.